السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عبادة ناجح من مدرسة صناع الغد صف الثالث سي، واليوم سأتكلم عن التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي. لدينا ماء ساخن وكيس من الشاي، سنضع الكيس الشاي في الماء الساخن. لاحظوا، لقد تغير لونه وطعمه، ولكن لم يتغير خصائص الماء، وهذا تغير فيزيائي. ولدينا هنا بيض غير مطبوخ وبيض مطبوخ. هذا البيض المطبوخ تغير كيميائي، ولكن لم نقدر أن نرجعه زي ما كان. شكرا مس هبة، مع السلامة. أنا أنهار تعمل جريد 3E، سوف أعمل تجربة فيزيائية وهي تباعد ذرات الفلفل. شكرا مسي، باباي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب وسيم الخليلي الصف الثالث الشعب سي من مدرسة صناع الغد الخاصة، وأشكر المس هبة لتعليم مادة العلوم. سوف أتحدث لكم اليوم عن التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي. انظروا، سوف أقص الورقة في التغير الفيزيائي. انظروا، لم تتغير خصائصها، بل تغير شكلها فقط. أما التغير الكيميائي، انظروا، سوف أشعل عود ثقاب. تغير لونه وتغير شكله وتغيرت خصائصه. هذا التغير الكيميائي. شكرا لكم. الفيزيائي هو تغير في شكل المادة دون أن ينتج عنها مادة جديدة. إلى اللقاء، أحبك مس هبة. وعليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم. أنا عمر حجازي من الصف الثالث سي، أريد أن أحدثكم اليوم عن التغير الفيزيائي والكيميائي. مثلا لدينا هنا خليط من الحجارة الملونة، وهو يعد تغير فيزيائيا. يمكننا فصل الحجارة حسب اللون والشكل والحجم. يمكننا فصل الحجارة البيضاء عن الحجارة البنية هكذا. وهنا لدينا تغير كيميائي، حيث يمكننا حرق الخشب، وهذا يعد تغيرا كيميائيا. لقد نتج عن ذلك الرماد، وهو يعد تغير كيميائي، ولا يمكن إعادة الرماد إلى مادته الأصلية وهي الخشب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة ريحان، واليوم سوف نفعل تجربة كيميائية. نحتاج الخل وكربونات الصوديوم وشعلة وشمعة. نضع كربونات الصوديوم في الخل، ثم نضع الشمعة هنا. انطفأت الشمعة لأن كربونات الصوديوم مع الخل تصنع ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون أطفأ لهب الشمعة. شكرا مس هبة. اليوم سوف نعمل خليط متجانس خليط غير متجانس. أضع السكر في الماء. حصلت على خليط متجانس. سوف أضع الحليب في الكورنفليكس. الآن سوف أفصل الخليط عن بعضه. الآن حصلنا على خليط غير متجانس. شكرا يا سبا.
اسمي ليان رأفت من مدرسة صنع الغد شعبة 3A، واليوم سوف نعرض لكم التغيرات الفيزيائية والكيميائية. مثلا قص الورق تغير فقط شكله ولم يتغير أي شيء به، لكن حرق الورق تغير كيميائي لأن لونه تغير وشكله تغير وخرج دخان. شكرا مس هبة. مرحبا، أنا الطالبة مايا رامش حادة من الصف الثالث ب من مدرسة صناع الغد. اليوم سأحضر لكم التجربة الفيزيائية والتجربة الكيميائية. اليوم سنبلغ في التجربة الفيزيائية. انظروا، وضعت قطعا من الثلج وتركتها لتذوب. انظروا ماذا حدث، تحولت إلى الماء. هكذا تعتبر تجربة فيزيائية. ننتقل للتجربة الكيميائية. التجربة الكيميائية نحتاج إلى خل وكربونات الصوديوم وإلى كأس وإلى ملعقة وإلى صحن. نبدأ في الكربونات الصوديوم. نحتاج إلى الخل. انظروا ماذا حصل. هكذا التجربة الفيزيائية والكيميائية. إن شاء الله تعجبكم. شكرا مس هبة. أنا عبد الملك البندشي ثالث دي، اسم المدرسة صناع الغد، واسم معلمتي مس هبة. سوف أعمل تجربة علمية كيميائية. سوف أحط الصودا على الخل. سوف أحط الشمعة على انطفت الشمع. السلام عليكم، أنا إبراهيم الشيخ علي صف ثالث إي مدرسة صناع الغد. هلا بدي أحكيكم على التغير الكيميائي. هذا خل وهاي البيضة. هلا البيضة بدي أحطها مع الخل. وهلا البيضة بعد يومين أو يوم رح تصير طرية. وهلا عم نظاهر فقاعات. هاي فقاعات ناتجة من تكون غاز ثاني أكسيد الكربون اللي طلع من تفاعل حمض الخل مع قشرة البيضة الكلسية. بعد يوم من أن طلع البيضة من الخل أشوفوا كيف صارت طرية. أي يعني تفاعل قشرة البيضة مع الخل. استفدت من هاي التجربة إنه إذا أكلنا حمض لازم نفرش أسناننا، لأنه أسنانك كلس والقشرة البيضة كلس. شكرا مس هبة، باي. السلام عليكم مس هبة، أنا اسمي ألمع عامر السعدي، أنا جاي بريدي. اليوم سأتكلم عن التغير الكيميائي. فالآن سأقول لك عن المكونات، هي ولو الطعام والخل والزيت وثنائي كربونات الصوديوم. فالآن سنضع من ولو الطعام. وبعدها نضع الخل. Thank you.
حتى ينفصل الزيت عن الخل. والآن سنضع من الكربونات الصوديوم. والآن سيحدث والآن سنرى فقاعات ناتجة عن التغير الكيميائي. وبعدها نزيد من الكربونات الصوديوم. وهذا هو التغير الكيميائي. وداعا. شكرا مس هبة. وداعا. السلام عليكم، انا اسمي دانا محمد درويش في الصف الثالث اي مدرسه صناع الغد الخاصه. راح احكي اليوم عن التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي. شد المطاطة يعتبر تغير فيزيائي لأنه تغير من شكله ولأنه تغير من نوعه. وأيضا من التغير الفيزيائي المكونات العصير بنتو والمياه. نحط العصير. أيضا من التغير الفيزيائي المكونات العصير بنتو والمياه. نحط العصير. وهذا يعتبر تغير فيزيائي. وثانيا عن التغير الكيميائي وفساد الحليب. إلى اللقاء. شكرا مس هبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا جنات عمراء من شعبة إيه. اليوم راح أوريكم تجربتي لليوم عن التغير الفيزيائي والكيميائي. مثل إذا قسمنا الورقة هذا يسمى تغير فيزيائي، يتغير في الشكل يتغير في المادة. إذا حرقنا الورقة هذا يسمى تغير كيميائي، يتغير في المادة. أنا الطالب نادر محمد من الصف الثالث الشعبي من مدرسة صناعة الغد. سأخبركم عن تغير فيزيائي وتغير كيميائي. تغير الورقة هو تغير فيزيائي، وحرق الورقة هو تغير كيميائي. إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا حامد جاسم من صف ثالث من درس صناعة. اليوم نتكلم عن درس الفيزياء. نقص الورقة